شكرا شكرا لكم من القلب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بنتكلم عن خلال شهر كامل من تغطياتي السياحية ومن الأماكن اللي غطيتها ومن المواقع اللي زرتها، اللي كل التغطيات اللي قمنا بتغطيتها كانت بمجهود شخصي من دون دعم من دون أي حاجة. اللهم لك الحمد، تخطينا في السناب شات إجمالي مشاهدات اللقطة في السناب خلال شهر كامل 160 مليون. أما بالأنستغرام اللهم لك الحمد، عدد التفاعل الناس اللي دخلوا الحساب خلال شهر كامل اللي جو زيارة لحساب الأنستغرام 1,900,000. أما إجمالي عدد المشاهدات تخطى قرابة تقريباً 26 مليون مشاهدة. اللهم لك الحمد، قدرنا من خلال كل هذه المشاهدات أن نبرز جمال عمان، المقومات السياحية في سلطنتنا الحبيبة. انتهى شهر ولا زلت مستمر بإذن الله تعالى، خلصنا ما يقارب الآن 4 إلى 5 محافظات ولا زلنا مستمرين بإذن الله في تغطياتنا السياحية. وكل هالمشاهدات والناس اللي شاهدوا هذه التغطيات، أتمنى فعلا أن قدرنا ولو الشيء البسيط أن نعكس جمال عماننا الحبيبة. صباحكم الله بالخير والرضا والعافية، ويا مرحبا وسهلا فيكم. احنا الآن طلعنا من المطار وقاعدين بالفندق نتريى بإذن الله تعالى هل الطيارة بتنزل أم لا. مفروض أن نطير الساعة 9:30، ولكن الطيارة الآن بتأخر بعدها ساعة، فالإقلاع بيكون تقريبا 10:30. الطيارة لسه بعدها ما طلعت من مسقط. هني السؤال، هل بتطلع من مسقط أم لا؟ وإذا طلعت من مسقط هل بتنزل في وضع الريح اللي قاعد نشاهد اليوم؟ هو جدا قوي، الله بستر.